عاوزين بقى الاكل اللي هتاكله البكتيريا ده اسمه كالتشر ميديا. خلي بالكم ان انا بعمل سمبليفيكيشن للمايكروبيولوجي. مايكروبيولوجي ده حاجه كبيره قوي، بقعد في الاوكشن دي 3 ساعات، بقعد يعني حاجات كتير قوي. احنا بنقول البيزس اللي انت تقدر بعد كده تقرا حاجات اكبر تبقى فاهم. الكالتشر ميديا دي عباره عن ميديا نزرع عليها البكتيريا. اول نوع منه اسمه سمبل ميديا، لحس عمل سمبل ميديا، حاجه بسيطه خالص. ايه سمبل ميديا ده؟ حاجه اسمها نيوتريانت اجار. ايه نيوتريانت اجار ده؟ عارفين الاجار، اجار اللي في البحر اللي هي الاعشاب اللي عامله زي الخيوط دي، سي ويدز دي، بناخدها نجففها يطلع منها حاجه اسمها اجار اجار. هذا الاجار اجار ده اهو، الاجار اجار اروح حاطط عليه شوربه لحمه، شوربه ترمس، شوربه وخلاص، يا لحمه يا ترمس، دول اللي بينفعوا. احط عليها بروث وبعدين اغلي البروث في درجه 100، يقوم الاجار يسيح في البروث. اسيبه بقى في الروم تمبرتشر يروح متجمد ويبقى طبق لونه اصفر. لكن ممكن احطه في انبوبه وانا حاططها معوجه كده او مايله على حاجه تحتيها، بص لها طلعت كده. ده اسمه نيوتريانت اجار سلوب. سلوب يعني منحدر، كل ده مقفول وده ليه غطا قافل. ممكن اجيب الاجار ده اهو واروح حاطه في انبوبه للاخر كده املاه وازرع بكتيريا هنا، يبقى ده اسمه ديب اجار تيوب. دي بزرع فيها الحته دي، الحته دي قلنا مين؟ الان ايروبيك بكتيريا. يبقى ده اول ميديا لازم نعرفها، سمبل، فيري سمبل. لما ازرع هيطلع ايه؟ كولونيز. الكولونيز دي بتطلع بعد قد ايه؟ بعد 24 ساعه. كولونيز يعني مجموعه بكتيريا، كان اصلها بكتيريا هي واحده. طيب في سمبل ميديا تاني غير نيوترنت اجار؟ طبعا لسه قايلها، بروث، شوربه، انبوبه شوربه لونها اصفر رايق، فلويد، ده فلويد، ده سوليد. يبقى في سوليد وفي فلويد. سوليد شوربه، شوربه عاديه خالص لونها اصفر ترانسبيرنت. دي شوربه لحمه بس ما فيهاش دهن، لان يعني الدهون دي فاتي اسيدز ممكن تموت البكتيريا، يعني لحمه حمراء. ده البروث. ممكن نحط للبكتيريا بروتينات، سامبل بروتينز زي بيبتون ميديا. ايه البيبتون ده؟ ده لونها كالرليس. يبقى عندنا دلوقتي السمبل في سوليد اللي هو النيوترنت اجار، ده يا اما يبقى في بليت، يبقى ده نيوترنت اجار بليت، طبق نيوترنت اجار، يا اما في سلوب، يبقى نيوترنت اجار سلوب، يا اما مليان في الانبوبه خالص، يبقى دي اجار تيوب وده كله لونه اصفر ينزل عليه البكتيريا. طبعا السلوب ده بنعمله ليه؟ عشان نزود السيرفس اريا، تطلع بكتيريا كتير كده، لو عملته كده هيطلع يدوبك جوه في الانبوب، حاجه بسيطه، انا بكبر الاريا. دلوقتي بقى في بكتيريا رافضه تماما انها بتطلع نيوترنت بيت، زي الستريبتوكوكس، ميكروب اسمه ستريبتوكوك، زي ميكروب اسمه نيوموكوكس اللي بيعمل التهاب رئوي، زي ميكروب اسمه النيسيريا اللي لسه قايله. فاضطروا يعملوا حاجه اسمها انريتشد، غنيه بقى، انريتشد ميديا. دي بتطلع عليها بكتيريا اللي بترفض انها تطلع الاوردينري، زي ايه؟ زي الستريبتوكوكس، زي النيوموكوكس، زي النيسيريا، واشياء كتيره في الايه؟ في السيستمك هناخدها. طيب دي اول فايده ليها يعني. طب الريتش ميديا دي زي ايه بقى؟ اول ميديا واهمه اسمه بلاد اجار. يبقى اذا هو نيوترينت اجار وضفت عليه بلاد. بلاد بتاع تشيب، بتاع خروف. ما بنحطش هيومن بلاد، ممكن لو اتزنقنا، بس الهيومن بلاد بيبقى ساعات فيه انتي بوديز وبالتالي ممكن تعمل انهبيشن للجروث والبكتيريا. يبقى ده اسمه بلاد اجار. ده لونه ايه؟ خلي بالكم الكلمه دي، احمر معتم. طب البلاد اجار ده بنعمله ازاي؟ هو نيوترينت اجار. اروح مسخنه في 100، يبقوا ايه يا اخواني؟ يبقى ليكويد.
لو حطيت البلاط عليه هيتحرق ويبقى بني، فبروح عامل ايه؟ اسيبه في درجة 45 درجة، يوم يبقى سيمي سوليد، اروح حاطط عليه البلاط واسيبه في الروم تمبرتشر، يتحول الى طبق بلاط اجار، يا طبق يبقى اسمه بلاط اجار بليت، يا تيوب يبقى اسمه بلاط اجار سلوب. ايه دي الفايدة الوحيدة للبلاط اجار؟ انه يطلع لي البكتيريا اللي ما تطلعش على النيوترنت اجار. طبعا فايدة مهمة، بس في فايدة ثانية بقى، ان البكتيريا لما تطلع على البلاط اجار اللي هو الاحمر المعتم اللي انا برسمه ده، شايفينه؟ وهوريلكم الاطباق دي كلها. بيطلع عليه كولوني. الكولوني دي اول ما تطلع تروح ايه؟ مضيعه البلاط خالص، شايفينه؟ البلاط يختفي اهو، ده الكولوني هنا. ده بنسميها البكتيريا دي بيتا هيموليتك بكتيريا. اقول دي ده بيتا هيموليتك بكتيريا، دي الستريبتوكوكس. دي الستريبتوكوكس بيتا هيموليتك. يا اما تطلع الكولوني ويجي حواليها لون اخضر، يبقى ده ايه اللون الاخضر اللي حواليها ده؟ اسمه الفا هيموليتك. يبقى لو لقيت ان البلاط اجار الكولوني طلع حواليها لون اخضر يبقى ده الفا. يعني ايه كومبليت هيموليسيس؟ يعني ما حصلش كومبليت هيموليسيس للار بي سيز، يا دوبك الهيماتين طلع، والهيماتين بانعكاس الضوء يدي لون اخضر. هنا نوع تاني من الستريبتوكوكس والنيوموكوكس تعمل كده. او تطلع كولونيز وما تغيرش البلاط خالص زي ما هو، يبقى ده نان هيموليتك. يبقى اذا البكتيريا ممكن تبقى الفا هيموليتك يعني جرين، بيتا هيموليتك يعني كلير، نان هيموليتك نو تشينج. ده زي النيسيريا نان هيموليتك دي، مفهوم؟ سهل. طيب انا لو حطيت البلاط يعني خليته بقى في 45 اهو، بقى سيمي سوليد، رحت ضايف البلاط ورحت مرجعه على 100، يوم البلاط يتحرق ويبقى لونه بني لون الشوكولاته، فاسمه تشوكوليت اجار. يبقى ده تاني نوع من الانريتشد ميديا، تشوكوليت. محدش يقول لي في شوكولاته بقى ويعمل لنا قلق في الامتحانات. تشوكوليت لان لونه بني لون تشوكوليت. ايه اللي خلاه تشوكوليت؟ ان انا بعد ما سخنت نيوترنت اجار في 100 وبقى ليكويد، سبته في 45 درجة، سبته في 45 درجة بقى سيمي سوليد، رحت ضايف عليه البلاط ورحت مرجعه تاني لدرجة 100، فاتحرق البلاط بقى عشان يبقى هوموجينايز، وبقى اسمه تشوكليت اجار. في بكتيريا تحب قوي تطلع على تشوكليت اجار، عاوزة حاجات من الار بي سيز، فلازم تكسرها، هي مش عارفة تكسرها زي النيسيريا. طيب في ميديا تانية ان ريتش، قالوا في ميديا اسمها لوف لارز ميديا. لوف لارز ميديا دي عباره عن ايه؟ عباره عن 3 بارت سيرم زائد 1 بارت جلوكوز بروث. يعني كميه من السيرم على كميه، بلاش الارقام، على كميه من الجلوكوز بروث، وبعدين لما اجي اعقمها السيرم بيتجمد، فبص الاقي الميديا محطوطه في سلوب ولونها بني مش بني، رمادي فاتح. الميديا دي بنزرع عليها الدفتيريا. يبقى اذا كل بكتيريا وليها الاكل بتاعها. الدفتيريا تطلع على ايه؟ على لوفلرز ميديا. لوفلرز ميديا عباره عن ايه؟ سيرم زائد جلوكوز بروث، وبعدين احطه في درجه في هوت اير افن هناخده ونقول عليه طبعا بالتفصيل برضو بعد شويه، ويقوم ايه يتجمد، احطه في سلوب وهو مايل كده، يبقى ده بنزرع عليها الايه؟ الدفتيريا. في ميديا ثالثه او رابعه، او في ميديا رابعه بتلعب على الجنبين، دي اسمها ايه؟ اسمها لوفن شتاين جونسون ميديا. ده ميديا لونها اخضر، بيطلع عليها ايه دي؟ بيطلع عليها تي بي الدرن. الدرن يبقى الدرن يطلع على الايه؟ لوفن شتاين. ليه بيطلع لوفن شتاين؟ لان لوفن شتاين فيه ايج، فيه بيض. طيب التي بي بيطلع بعد قد ايه؟ بعد 2 لـ6 اسبوع، يبقى ممكن تيجي اي بكتيريا تروح طالعه، فعشان ما اطلعهاش بحط ماده اسمها مالاكايت، مالاكايت جرين. يبقى اللوفنشتاين ده فيه ايه؟ فيه بيض،
وفي ملاكايت جرين، ملاكايت جرين يعمل ديميشن لكل البكتيريا ما عدا التي بي. يبقى اذا لوفنشتاين ده ميديا لونه اخضر، وعشان البكتيريا ما بتطلعش قبل 6 اسابيع الميديا ممكن تجف، فانا بضطر احط الميديا دي في سكرو كاب، يعني طبقه ازازه لها سكرو كاب لها غطاء قراوز. يبقى اذا دلوقتي الانريتش الميديا ده ايه؟ ساعات نحطها دي في السيلكتف لانها سيلكت التي بي، فاهمين يا اولاد؟ سيلكت التي بي يبقى دي سيلكتف انريتش. يبقى في الاورديناري وفي انريتش. انريتش زي مين؟ بلاد اجار، اجار نيوترال اجار وعليه بلاد، ده بيطلع عليه بكتيريا ما بتطلعش على الاورديناري، ده بيديني انديكيشن الفا هيموليتك بيتا هيموليتك نون هيموليتك. لو سخنته جامد هيبقى لونه بني، يبقى اسمه تشوكلت، يبقى ده لبعض البكتيريا الثانيه زي النيسيريا. طيب عاوز ازرع ديفتيريا ازرعها على سيرم مع جلوكوز بروس، ده اسمه لوفلرز سيرم. طب عاوز ازرع التي بي ازرعها على لوفنشتاين. التي بي ده لوفنشتاين عباره عن ايه؟ عباره عن ايج تمام، بيض وملكايت جرين تمام، وشويه اسبرجين شويه حاجات كده منعنشه. المهم يعني هي دي الميديا اللي احنا عارفينها اللي هو تاني نوع من الميديا اللي هو انريتشد ميديا. في بقى النوع الثالث من الميديا اسمه سيلكتيف، يعني هيختار انديكيتور يعني هيدي انديكيشن ميديا، يبقى سيلكتيف انديكيتور ميديا. السيلكتيف انديكيتور ميديا دي في حاجه منهم مهمه قوي اسمه ماكونكيز، ماكونكيز ميديا. الماكونكيز ميديا ده بقى بصوا بصوا لونه احمر شفاف، بلاد اجار كان احمر معتم، لما بحطه على الساعه ما بتبانش العقارب، ان ده ما ممكن اقدر اشوف الساعه كام عليه، يبقى ده احمر شفاف. الماكونكي مكون من 5 حاجات، الخمس حاجات دي لازم نعرفها كويس. ايه هو؟ اول حاجة لاكتوز، عشان اشوف البكتيريا دي ممكن تخمر سكر اللاكتوز يعني لاكتوز فرمنتر ولا لا، وعشان تخمره يبقى لازم في انديكيتور اسمه نيوترال ريد انديكيتور. جميل، لو خمرته الانديكيتور هيدي لون احمر، ما خمرتوش لونه اصفر. طيب ازاي تبقى سيلكتيف؟ قالوا في بايل العصارة الصفراوية، بايل او صوديوم تروكوليت، ده يعمل انهيبيشن لكل البكتيريا ما عدا نوع من البكتيريا اسمه انتيرو بكتيرياسي او انتيرو بكتيريا، مش عاوزين نقعد، عاوزين نحفظ ونفهم. انتيرو يعني امعاء، يبقى بكتيريا القولون او الامعاء. وليه؟ هقول حال. طيب يلا، البكتيريا ما كلتش لا بتاكل لاكتوز ولا نيوترال ريد ولا بايل، نحط لها بشويه بيبتون. الله، ما ده كله قدره على سوليوشن بتاع ندوبه في ايه؟ في اجار او نيوتريانت اجار. يبقى ده تركيب الماكونكي. محدش ينسى لاكتوز عشان اعرف هي لاكتوز فرمنتر ولا لا، نيوترال ريد هو اللي هيقول لي اذا كانت هي لاكتوز فرمنتر ولا نان لاكتوز فرمنتر. البايل هيعمل انهيبيشن لكل البكتيريا ما عدا بكتيريا القولون. البيبتون هتتغذى عليه البكتيريا نيوتريتيف، والاجار فور سوليديفيكيشن عشان يجمد الميديا، الميديا لونها ريد ترانسبيرنت او احمر. اشمعنى الانتيرو بكتيريا اللي انا عمال ادرسها والراجل ماكوكي فرحان بيها؟ قالوا اصل البكتيريا اللي في القولون دي في منها نوع كومنسال، كومنسال يعني متعايش يعني موجود نورمال في القولون، زي حاجه اسمها اي كولاي او اشيريشيا كولاي، حاجه اسمها كليبزيلا، حاجه اسمها سيتروباكتر، ودول كلهم كومنسال. لكن في حاجه بقى لو دخلت مع الاكل ودخلت الكولون هتعمل لي امراض، دي زي مين؟ زي ميكروب اسمه سالمونيلا، وده بيعمل انتيرو بكتيريا بيعمل انتريك فيبر حمى المعويه اللي هي التيفود والباراتيفود.
طيب في نوع تاني قالوا الحاجة شيجيلا. شيجيلا دي تعمل باسيلاري ديزنتري، برضو بتيجي عن طريق الكونتامينيتد فود وذ ذا اورجانيزم. طب اعمل ايه في الحالة دي؟ انا باخد ستول لان الميكروب في الامعاء، الستول ده مليان مقرر كله، كل المقرر بتاع البكتيريا كوكوباسيلاي، كل المقرر اللي هناخده في الجزء الثاني اللي هو مايكروتوب. الستول ده ازرعه على مكونك، ايه اللي يحصل؟ كل البكتيريا تموت بالبايب، يموتها، تموت كل البكتيريا وتحافظ على الانتيروبكتيريا، وبعدين تتغذى وتطلع. لما تطلع ممكن تعمل فرمنتيشن للاكتوز، تقوم تدي حاجة اسمها روز بينك كولونيز، وممكن ما تديش، ما البكتيريا كانوت فرمنت لاكتوز، يبقى تدي بيل يلو، اصفر شاحن او باهت. تمام؟ طيب عرفنا ازاي اللي فرمنت اللاكتوز النيوترال ريد حمار، لان بالاسيد فرمنتيشن يعني في اسيد، يعني الاسيد بيحمره. نون فيرمنتو مفيش اسيد، فيفضل نيوترال ريد زي ما هو بيل يلو. وبعدين الاجار ده هيتخلي الاورجانيزم تطلع وتعمل كولونيز، اللي اتفقنا مع عليكم معاه كولونيز. كل كولونيز دي كان اصلها ميكروب. الكولونيز دي لو طلعت على الميديا الحمراء دي اللي هي الماكونكي، بس ده ترانسبيرا، ها لو طلعت حمراء بينك يبقى ده لاكتوز فيرمنتر، يبقى انا مصاريني ما فيهاش غير الكومنسال، يبقى انا شخص طبيعي. اذا طلعت بيل يلو يبقى ده كانوت فيرمنت، يبقى مصاريني فيها سلمونيلا او شيجيلا، تقوم تطلع بيل يلو، يبقى ده دايجنوستيك فور انتيرو بكتيرياسي باثوجينز. تمام؟ يبقى ده اختارت الانتيرو بكتيرياسي، يبقى سيلكتر، وادتني كلر بتاع الانديكيتور احمر او فضل زي ما هو بيل يلو، يبقى ده سيلكتيف انديكيتور ميديا. في سيلكتيف انديكيتور ميديا كتير قوي، كفايه علينا دي. تمام؟ في حاجه زي بلاد كلورايد طلعت دفتيريا، مايتس جريفز انترميدياس، يا جري يا بلاك، يعني حاجات كتيره، بس انا عاوز اركز على ده. يبقى ده سيلكتيف انديكيتور. طب مين تاني خدناه سيلكتيف انريتشن؟ يعني بيختار بس انريتشن، اللوفنشتاين، لان في ماده الملاكايت جرين بتعمل انهبيشن لكل البكتيريا ما عدا التي بي، يبقى مش هيطلع غير التي بي. فاكرينه؟ فنقوله تاني اللي هو اللوفنشتاين جونسون ميديا، ده عشان يطلع عليه التي بي، يبقى في ملاكايت جرين، فالملاكايت جرين خلاه سيلكتيف. تمام؟ وتطلع البكتيريا بتاعت التي بي بعد 2 ل 6 اسبوع بيبقى لونها مصفر كده، والميديا لونه اخضر، فبيبقى شكلها واضح. ادي الرابع نوع من الميديا اسمه سيلكتيف انديكيتور ميديا. رابع نوع من الميديا اللي هو شوجر ميديا. اكيد فيه سكر. تمام؟ السكر ده انا بستخدمه عشان اعرف اقول البكتيريا دي مين. بمعنى ايه؟ عندي سكريات، واحد اسمه جلوكوز، واحد اسمه لاكتوز، واحد اسمه مالتوز، واحد اسمه مانايت. مانايت يعني مانيتول. تمام؟ اللي هو الكهوليك شوجر. واحد يبقى جلوكوز، لاكتوز، مالتوز، مانايت، واحد اسمه سكروز. دول كل واحد فيهم هشرح مثلا الجلوكوز، الباقي زيه. بجيب الجلوكوز ده بنسبه معينه وادوبه في بيبتون ووتر. بيبتون عشان يبقى نيوتريتيف. وبعدين احط عليه الاورجانيزم اللي انا مش عارفه. لما احط عليه الاورجانيزم، اذا كان الاورجانيزم ده لاكتوز فيرمنتر، قصدي جلوكوز فيرمنتر، يبقى هيدي لون، يبقى لازم يكون فيه كمان انديكيتور يدي لون احمر. فبحط الاورجانيزم، لو عمل فرمنتيشن يبقى هتبص تلاقي السكر الكالرلس، هو كالرلس خالص، بتون ووتر وعليه نسبه من الجلوكوز، ابتدى يحمر. طب اي فرمنتيشن فاكرين انتوا بيدي ايه الفرمنتيشن؟
يا اما اسيد وده اللي غير لي اللون وجاز، يا اما اسيد بس. طب اعرف ازاي؟ جه خواجه اسمه الخواجه ديرهام وراح حاطط لي انبوبه مقلوبه كده. لو الاورجانيزم ده بيعمل فرمنتيشن للجلوكوز اللي انا بتكلم عليه هيحمر الدنيا. ده اذا كان باسيد هيفضل كده، باسيد وجاز الاقي الانبوبه بقت فيها من فوق كده بابلز، يبقى ده اهو كله احمر وشويه في الانبوبه حمراء برضو اهي، وبقى فيه اير بابلز فوق، يبقى ده اسيد وجاز. ايه الحكايه يا اخواني؟ انا بجيب بقى الميكروب واحطه على جلوكوز ولاكتوز ومالتوز ومالنايت وسكروز واشوف عمل فرمنتيشن لمين؟ جلوكوز بس، يبقى مثلا جونوكوكس بتاع الجونوريه عمل لهم كلهم، يبقى باسيد وجاز يبقى مثلا ايكولاي. ما عملش للاكتوز ولا السكروز يبقى سالمونيلا. يبقى انا اقدر استخدمه في تشخيص الميكروبات، وده اللي بسميه بايوكيميكال رياكشن. بايوكيميكال رياكشن دي احد طرق تشخيص الميكروبات.